واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله